في الزينه ولعنا وقت اللي صارت الهزه في الزينه ولعنا وصرنا فز الاولاد. بقى في عندي بنتي اكبر من الصغيره قمر، اي انطفت كهرباء هون. شو مفكرتنا اني نحن طالعين من البيت ونزلت هي نزلت قبلنا في الزيت. انا طلعت العيال يعني وبنتي الثاني واطلع على بنتي قمر ما مبينه، دخلت لجوا مطفيه الكهرباء. صرت بقى بين الحرامات بين الفرش، طبش هيك لمس هيك معتم مطرس شيء. ونزلنا اخذت البوط ونزلت لحقتهم اخذنا ونزلنا على الشارع، اخذونا على المخيم الثاني وقعدونا بصاله هي اللي كانوا يصلوا فيها جامع بالمخيم الثاني، وقعدنا وجابوا لنا خبز ومهم وجابوا بطانيات مشان هالولاد. بعدين قالوا انه بدهم يطلعوا السوريين لان عم ينصبوا كانوا كرفانات مبلشين من الاول، عم ينصبوا كرفانات وعم يطلعوا العالم. وجينا لهون وهي شوفت عينك امبارح بالليل والله اجوا تعني جماعه الهلال الله يكثر خيرهم اعطونا هي الخيمه يعني وشافوا اني نحن هون قاعدين كنت عم بنام هون انا. قضينا الليله بالشوارع انا وبعض الاخوه موجودين هون، كنا نحن وعائلاتنا كلياتنا صرنا نجيب نار ونشعل نار وكذا. قضينا للصبح لطلع الضوء، صرنا نسال على تجمعات الناس، جينا قعدنا بهالساحه الناس متجمعه هون، تجمعنا معهم صرنا نشعل نار ونقعد. وهلا صار لنا هون 7 ايام.